كنيسة فيرينا كنيسة جديدة لسه ناقلين ملكيتها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حديثا، وهي بتخدم منطقة واسعة خالص في محافظة فليفولاند وجزء كبير من محافظة شمال هولندا نورث هولند. وحجم خدمتها حوالي 160 أسرة، وهي كنيسة إمكانياتها حلوة كبيرة ومساحتها حلوة من برة، وتسع حوالي مثلا من أكتر من 800 كرسي، وبرة في إمكانيات حلوة، مساحات حلوة جدا تنفع للخدمة وللأنشطة ولأولادنا الأطفال والشباب والعائلات. بنشكر ربنا على الهدية العطية الجميلة دي بتاعته، ونرجو ان المكان هنا يبقى مركز جميل جدا للخدمة ومتسع يضم ابناء الكنيسة في احضانه. وكل عام وانتم طيبين، شكرا جدا. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. بمناسبة العيد الخامس لتأسيس الإبرشية بنقول لسيدنا الحبيب النفت الأنبار ثاني كل سنة ونفتك طيب وإلى منتهى الأعوام. 5 سنين من عمر تأسيس إبرشية هولندا بنشيب فيهم، مش عايز أقول كل سنة أو كل عيد، عايز أقول أنه كل يوم بنشوف فيهم جديد. و5 سنين مليانين خدمة وثمر، ومنتظرين لسه ثمر اكتر وخدمه اكتر. النهارده بنحتفل بالعيد الخامس لتاسيس الابرشيه في كنيسه جديده زي ما انتم شايفين، كنيسه سنت فيرينا في بوسوم، ودي
خطوة جديدة وكنيسة جديدة في الكنائس الكتير اللي أسسها وافتتحها نيافة الأنبا أرساني، ومش آخر المشوار، لسه المشوار طويل. بنقول لسيدنا كل سنة ونيافتك طيب، تعيش وتعمر وتعيش وتخدم وتعيش وترعانا وتعيش، وكلنا نبقى حواليك ومحوطنا بقوتك وبمحبتك وبصلوات قداسة البابا الأنبا توادرس. دايما إبرشيت هولندا في ازدهار، ودايما الخدمة، ودايما الثمر اللي واضح لكل الكرازة في المرقصية في العالم كله. وعايز أقول لكل واحد في إبرشيت هولندا كل سنة وانت طيب، بوجودك وبمحبتك وباشتراكك وبتعاونك مع سيدنا ومع الباقي الكهنة، احنا بالمنظر ده وبالشكل ده، ودايما في محبة ودايما في خدمة مثمرة ان شاء الله. كل سنة واحنا كلنا طيبين. احنا بنهني النهاردة في مناسبة العيد الخامس لتأسيس الإبرشية، بنهني سيدنا نيافة الأنبا أرساني اسقفنا وحبيبنا، وبنهني شعب الأبرشية وأباء الكهنة كلهم. مناسبة جميلة سعيدة، والنهاردة بنعملها في كنيسة جديدة. كل سنة والجميع بألف خير بصلوات صاحب القداسة والغبطة الأنبا توادروس وسيدنا حبيبنا الأنبا أرسان. شكرا، كل سنة طيبين. الخمس سنين اللي فاتت كانت كلها عمل متواصل منتج، بنشعر به جميعا ونعرف تفاصيل كل كنيسة، عارفة التفاصيل التغيرات اللي حصلت فيها. كمان بنحتفل النهارده بافتتاح كنيسة القديسة ميرينا القبطية الأرثوذكسية، لتؤكد الكنيسة بتاعتنا واسقفها وكهنتها أنها كنيسة قوية شابة ناجحة من أول ما تأسست من 2000 سنة. كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا بالعيد الأبرشية 5 سنين. احنا كتير في ايامنا جدنا هدايا وبناخدها وبنفرح بيها، لكن بسيدنا بقيت دلوقتي عندنا اسقف، بقت هدية عمرها ما تقف تاني. عظيمة يا كنيستي بأسرارك، ضمانا دايما بأحضانك، أسرارك معلنة وقوتها خفية، ترشدنا دايما لطريق الأبدية. الحبر الجليل الأنبا أرساني بمرور 5 سنين على تأسيس الأبرشية هولندا وبلجيكا، ونتمنى له يوم سعيد وسنة سعيدة وعمر مديد. وإحنا النهاردة عاملين لنا الحفلة ديت في الكنيسة دي بالذات النهاردة عشان خاطر تبقى سنترال لكل الشعب اللي ما جاش يشافها يشوفها تاني. Thank you.
خدمة شعب كنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس الرسولي بمدينة أسن بنبارك لسيدنا ونبارك لكل أورشية بالعيد الخامس للكنيسة. شكرا لكل تعبك معنا يا سيدنا، وربنا يبارك في نيافتك ويبارك في الخدمة ويبارك في كنيسته وأورشيته. كل سنة وكل الأورشية بخير. دايما جوه النيشان بتفرح قلبنا.